ربط الدين بالفن، وإن إزاي الفن رسالة لا تقل أهمية عن الرسالة الدينية. أنا على دين محمد أقول ما يقول، هل يرد علي ذلك من يستطيع؟ شيء بقى الواحد يبقى قاعد كده جسمه يقشعر ويحب مهنته ويحب الفن ويحس بالسمو. ده أنا بقالي 20 سنة ما شفتش واحدة عريانة. يا ده انت جاية بعد شوقة طويلة عشان خاطرك انت بس. بس انا شغلي كله بيبقى في الضلمة. وتقدير قد ايه التقدير وقد ايه الفن ده شيء عظيم، وانه موهبة فعلا ربنا بيديها الانسان يميزه عن بقية البشر. العالم هسترت. خلصنا 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 خلصنا.